بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وبعد، ان شاء الله مع الجزء الثاني والعشرين، احب ان اذكر ببعض الجزء الحادي والعشرين، بعض ما لم نذكره من مثلا سورة لقمان. سورة لقمان هذه سورة الاداب، سورة الحكمة، ولذلك ابتدأها الله تبارك وتعالى بذكر الحكمة، وذكر من حكمة لقمان عليه السلام، بحيث إذا قرأها القارئ أحس بنعمة القرآن وبنعمة السابقين ممن سروا على حكمة القرآن أو على حكمة الوحي، حتى قال سبحانه وتعالى ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم، وذكر كذلك من حكمة سليمان ولقد أتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله وما يشكر فإنما يشكر لنفسه. نحب أن نقول أيضا أن سورة لقمان بمثابة التربية العملية أو الجامعة الأدبية لكل الأجيال، فيها توحيد لله، وفيها همة في العمل، وفيها أدب والإتصال في ذكر الناس، وفيها وصية بالوالدين، وفيها التواضع لله تبارك وتعالى. أنا أشير مجرد إشارة. كذلك سورة الأحزاب، هذه السورة هي إحدى السور الست التي يجمعها محور وهدف واحد. يعني من حكمة الله ان الصور بعد ما مضى حوالي تلتين القرآن، تقريبا تلتين القرآن، يعني 22 جزء مثلا مضوا معانا همت، جاءت هذه الصور السابقة تكشف طبيعة العقيدة، وكذلك تكشف العلاقة بالله كيف تكون، وتحقق الاستسلام والانقياد لله تبارك وتعالى. 22 جزء علمونا من هو الله، او عرفتنا بالله، عرفتنا كذلك كيف نتصل به، عرفتنا بالاستسلام له سبحانه وتعالى. فجاءت هذه الايات من اول الاحزاب، او السور من اول الاحزاب وما بعدها، تشير يعني يا من تعلمتم هذه الاشياء، يا من تعلمتم هذه الاشياء، الاستسلام لله والانقياد لله، فجاءتكم اوامر ينبغي ان تأخذوها على هذا الجد وعلى هذا المحمل من الاستسلام والانقياد لله وتسليم الأمر له سبحانه وتعالى. ولذلك ورد في هذه السورة، سورة الأحزاب، موقف عصيب للمؤمنين، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يعني عملوهم زي السندوتش كده، من فوق ومن تحت، اليهود والغدر بتاعهم والعرب والأحلاف الذين كانوا معهم. فالمنجي في هذا الوقت هو الاستسلام لله تبارك وتعالى. فكان من حسن يعني ما صدرت به هذه الصورة هذا القصص العظيم الذي يثبت المؤمنين ويبين الخروج من مواطن أزمات. كذلك جاءت هذه الصورة تبطل عادات الجاهلية، عادات التبني، وبدأت التجربة بالنبي صلى الله عليه وسلم حينما تزوج من زوجة متبنيه زيد بن حارثة. يعني أن زوج زيد بن حارثة تزوج من زينب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، فطلقها وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم على عكس ما كانت عليه الجاهلية. كذلك أمرت هذه الصورة أن ينسب الولد لأبيه، ادعوهم لآبائهم. كذلك تبين أن هناك يعني مسائل تطلب من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ينبغي أن يصبرن عليها. يعني رغم ما وسع للنبي صلى الله عليه وسلم أو ما وسع المسلمون، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت نساؤه بعض التوسعة أراد أن يؤسر غيره على نفسه وعلى أهله، فقال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلة، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد المحسنات منكن أجرا عظيما. فهذا امتحان، هذا امتحان
وصبرنا معه صلى الله عليه وسلم واخترنا الله ورسوله والدار الاخره. كذلك ياتي امتحان اخر بالحجاب للنساء. يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. كذلك تاتي قاعده كبرى، وما كان المؤمن ولا مؤمنه اذا اخذ الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره. هذه القاعده عدم الاختيار او الافتئات او يعني اخذ شيء ورد شيء من كلام الله، سبقها ايات كثيره علمت المسلمين الاستسلام. يعني ما جتش هذه القاعده التي تسلم العبد وتجعله يستسلم لله الا بعد مضي 22 جزء من القران الكريم درب فيها على الطاعه ودرب فيها على الانقياد لله تبارك وتعالى. كذلك بينت له انك اذا امرت بشيء انما امرت لمصلحتك، لا جبر هناك ولا تعنت في امرك وفي نهيك. تناولت يعني اشياء كثيره، ولكن انا اريد ان اشير اشاره سريعه يعني الى بعض ما مضى او ما نحب ان نستقبله من الصور. الجزء كذلك 22 مضى يعني اخذ يتكلم عن سوره سبأ وسوره فاطر. سوره سبأ برضو المراد بتاعها الاستسلام لله وحياه الامم وبقائها بيكون للاستسلام لله تبارك وتعالى. يعني اذا كانت سوره النمل سبأ ان قلنا تكلمت عن مقومات واسس الدول والحضارات والمجتمعات، فان سوره سبأ تبين المقصد والهدف من بناء تلك الدول انه تبنى لله تبارك وتعالى. وذكرت دوله سليمان عليه السلام، وذكرت الامم التي تبنى حضارتها على الماده فقط كدوله سبأ، وكيف ان الله دمرها لما عرضوا عن منهج الله سبحانه وتعالى. كذلك يتناول الجزء 22 سوره فاطر، ايضا فيها الاستسلام لله تبارك وتعالى وانه سبيل العزه والمجد وبقاء السياده. يعني اذا ارادت الامه ان تسود وان تبقى فلا بد ان تستسلم لله تبارك وتعالى. فاذا كانت سوره سبأ دلتنا على ان بقاء الامم والحضارات يكون بتقوى الله والخضوع له، فترى سورة فاطر معنى تقول سبيل المجد والعزة والرفعة إنما يكون في طاعة الله تبارك وتعالى. وفي هذا رد على من ظن أن الطاعة لله والانقياد منقصة. يعني بعض الناس يقول لك إيه، أنت بتنتقص من حريتي لما تقول لي حلال وحرام وحلال وحرام، لكن تبين سورة فاطر أن هذه هي العزة، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب. كيف لا نستسلم ونحن فقراء لله تبارك وتعالى. إن شاء الله لنا لقاء مع الجزء 23 في اللقاء القادم. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.